خدنا المرة اللي فاتت جيراميكا، خدنا الفالكس سيبراي، وعرفنا إن الفالكس سيبراي عبارة عن تو لير من الديورا روبر ما بين التو سيبراي هيمسفير ونايم على الكوربس لابيس، عشان كده سيكل شيب. فاهمين ده؟ ولا شرح تاني؟ بس انا شرحته اي كلام المره الثانيه. فاهمينه؟ فاهمين ان هو ما بين التو سيرفر هيمسفيرز ونايم على الكور بس ما بين التو سيرفر هيمسفيرز وسكل شيب لايه قدام؟ هذه الايفنتس اتاكس الكريستال وبعد كده التو لايرز ماشيين على الكوربس كلوزم ويجوا على البصير كده ويتفرق التو لير، اللير دي تروح كده واللير دي تروح كده، بقى في بيز ايبكس للفالكس وابر بوردر واللور بوردر معايا؟ الابر بوردر ده هو والفالكس ده عباره عن تو لير زي ما انتم عارفين التو لير اهو. وهنا في سيرفر بنسيرنا اهو السيرفر الهيمسفير هنا اهو والكوربس كالوزم في النص وبعدين تحتهم هنا اهو وتحطهم هنا السيريبيلا. هبص الاقي هذا الفاكس دوت بين التو ساينس ذا سوبيريور سجستر ساينس اند ذا انفيريور سجستر ساينس. السوبيريور سجستر ساينس دي باصت بين التو ليرز على الابر بوردر بتاع هذا الفاكس البرايت ويجي عند البيز اللي هو في جوه في السكال في بروتيوبرانس اسمه الانترنال اوكسيديتال بروتيوبرانس. تيجي هذه الايه الساينس دهيت تيجي متجهه للليفت وتيجي عامله الليفت ترانسفيرس ساينس ساينس. احنا خدنا الكلام ده قبل كده؟ لا. يبقى ده السوبيريور سريتر ساينس عند الانتينر اوكسبتر. شفتوا الانتينر اوكسبتر في السكال من جوه ده الاكسيرنال اهوت ابارو في السكال من جوه الانتينر تيجي ماشيه على ابر بوردر لغايه هنا اهو تيجي رايحه ناحيه الليفت عامله ترانسفيرس ساينس الليفت. انما الانفيرو سيريتال ساينس بيبقى ما بين التو لايرز بتاع الديورا دهيت الفالكس عند اللوبر بوردر بتاعه هنا اهو وتيجي عند البيز تتحد مع فين تاني اسمه هذا الفين ده هو اسمه الجريت سيريبرال فين. هذا الجريت سيريبرال فين ده هو يتحد مع الانفيريور ساجيتال ساينس ويعمل لي ساينس اسمها الستريت. ستريت ده مستقيما ستريت ساينس. هذه الستريت ساينس تيجي عند الاثنين او ستة بتشوفهم تيجي متجهه ناحيه الرايت وتعمل لي الرايت ترانسفيرس ساينس. فالفالكس سيريبراي ده هو ريتد لي اثنين ثلاثه ساينس. ها؟ ده؟ وشغال؟ شغال من السمع صوتي؟ تفرق كده كده مش فاهمة فاسمعي ليه. فهذا السوبيريور سيريتال الفالكس سيريبراي ريتد لثلاثة ساينس. سوبيريور سيريتال ساينس على الأبر بوردر بتاعها، انفيريور سيريتال ساينس على اللور بوردر بتاعها، والستريت ساينس ريتد عند البيز بتاعها. هذا الفالكس سيريبراي ما بين التو سيريبرال هيمسفير، فعشان كده هذا الفالكس يعتبر كوول فبيبريفنت سايد تو سايد موفمنت اوف ذا برين. يعني انا لو خبطت واحد على جنبه من هو البرين مش هيتحرك. ليه؟ لان الفالكس في النص فات ريستريكت سايد تو سايد موفمنت اوف ذا برين. لكن لو انا خبطت واحد من قدام من هو هبص الاقي البرين بيموف
انتروبوستين. ليه؟ لان الفاكس في نص هنا ونص هنا ونص هنا، لو زقيته هيزق كده البرين. عشان كده الموفمنت بتاع البرين انتروبوستين اكتر من سايد تو سايد موفمنت due to the presence of this fox cerebra. وده بتفرق. بتفرق في ايه؟ انا عندي السكال اهي وتحت السكال في الاندوستيال لير بتاعت الجورا، وهذه الاندوستيا عباره عن الاندوستيا بتاع البون بتاع السكال. عشان كده هذه الاندوستيا اللي هي نيفر انها تعدي من الفورام الناجمه وتغطي السباينال كورد، نيفر. هي الاندوستيا لان انت عباره عن الاندوستيا بتاع البون. عشان كده الاندوستيا اللي هي بتاعت نيفر انها تعدي الفورام الناجمه وتغطي السباينال كورد. الاندوستيا اللي هي. لكن اللي بيعدي الجورا ماتر كورد. ده البرين اهو. ادي السيربر هيمسفير هنا اهو، وادي السيربر هيمسفير الناحيه الثانيه. وادي الايه؟ كوربس كالوسا الناحيه. وبعدين تيجي الديورا ميتال بروبر اهي لازقه في الاندوستيلر اكسبت لو في سايلنت، وبين اهو السويو سنتر سنت، عشان كده هيبعدوا عن بعض. تيجي نازله لايننج ذس ميديان فيشر ما بين التو سيرفر هيمسفير، تيجي راجع تاني وغطيه وماسكه فيه كده. وهنا اهوت مين السايلنس اللي هنا؟ السوبيريور سنتر سايلنس دهيت بترين الميديان سايد بتاع البرين، وبيدخل فيها فينز مشهوره جدا. هذه الفينز اسمها السوبيريور سيريبرال فينز. السوبيريور سيريبرال فينز، هذه الفين تطلع من البرين عشان تدخل في السوبيريور سيريبرال سايلنس. هنا الديورا، يبقى السبيس ده هو اللي تحت الديورا اسمه الايه؟ السب ديورا الايه؟ سبيس. كان تحت الديورا السب ديورا سبيس، واللي بره ده بيسمى الايه؟ الاكسترا او الابيديورال سبيس. فلو العيان خد فرانت تروما، لما فرانت تروما البرين هيتحرك انتروبوستيريور. الديورا ميتال ده هي زي ما شفتوه على الجثه وهتشوفوها تاف فايبرس تيشو تخينه، والفيز ده هي رفيعه وغلبانه. فلما البرين يتحرك كده اهوت دي هتتقطع، يحصل لها شيرنج يكون الدم تحت في السب ديورال سبيس ويعمل لي سب ديورال هيماتوم او سب ديورال هيموريج. يبقى السب ديورال هيموريج ده بليدنج في مين؟ في السب ديورال سبيس. سبب الفينز اللي تتعور ذا سوبيريور سيريبرال فينز. التروما انتروبوستيريور تروما، يعني تروما يا تو ذا فرانت يا تو ذا اوكسيبيت. فرانت هي من هنا، المهم البرين يتحرك انتروبوستيريور موفمنت. انتيريور تروما وفي انتروبوستيريور موفمنت بتاع الفاركس هيحصل شيرنج. شيرنج يعني ايه؟ الرف الديورة دهيت وهي بتتحرك هتيجي قطعة الفينز دي وتيجي عمال الساب ديورا هيماتوما. الساب ديورا هيماتوما مينلي البيدنج بتاعها بيبقى فينس بلاد، والفينز زي ما انتوا عارفين بتبقى رفيعة والبول بتاعها رفيع. فلما يتقطع الفين هينزل دم، الدم ده هما لما يتجمع هيجي كابس على الفين قفل. ولذلك يوجوالي السب ديورال هيماتوما دهيت از سيلف ليميتد، يعني ما تكبرش كميه كبيره. ليه سيلف ليميتد؟ يعني يا دوب توصل لحجم معين وتقف. ليه؟ لان هذا السورس بتاعها البريدنج فين، وول بتاعها ثين وول،
فلما يتجمع الدم حواليه يتكاتم على الفين قتله فتقف البليدنج. عشان كده مصر اقتصاد ديورا كيماتوما از سيلف ليميتنج الا لو كان ارتيريال بلاد سمتايمز يبقى مش فين يبقى في ارتريز وتديني اكيوت سب ديورا كيماتوما وممكن توصل للارج سايز وتكمبريس البرين وتعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن وكل المصايب دي كلها. لكن كومنلي السب ديورا كيماتوما از افينس بلاد يوجوالي من هيك انتروبوستيريو تروما موفمنت اوف ذا برين انتروبوستيريو شيرنج موفمنت تيرنج ريسبيرز ريبيلر فين السيلف ليميتنج. البيشنت يمكن باس ان نوتس تروما ما ياخدش باله يكون واحد بيلعب كوره وخبط الكوره براسه وما مش ناسي حاجه وكل شويه يجيله هيدك سيفير هيدك 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 وبعدين في الاخر راح الدكتور يقول له طب ما نعمل لك اشعه على راسك يعملوا سي سكان يلاقي سب ديورا كيماتوما كوليكشن يقول له جات لك منين انا مش فاكر بالظبط ممكن باس ان نوتس وممكن طبعا يفتكرها دي السب ديورا كيماتوما او سب ديورا هيموتوما ودايما في السيت سكان لو المكان الهيماتوما لقيتيه ابيض دي معناها ايه؟ معناها ان البيدنج هو تريسن لسه جديد. لو لقيت الهيماتوما للبرين لقيت في حته بيضاء كده اهو عارف ان البيدنج ده جديد لسه. انما لو لقيتها جريش تعرف ان ده اولد سب ديورا كيماتوما من زمان. وشفتوا انتوا سيت سكان مع زمايلكم في الهيموريدج شفتوه؟ ها؟ شو السيمينار بتاع الهيموريدج شفتوه؟ انتوا ما حضرتوش؟ ده بالنسبة للفاركس. لو انا شفت البيزو في السكال ادي البيزو في السكال اهو اللي هي التنتوريا سيرفيس
manifold للتيورا. التوريوم سيربلاي مغطيه البوستيريور كرينال فوسا. اللي زي ما قلت لكم في نازله اهو. وتيجي ما بين السيربرال والسيربيلا وتيجي عامله فولد بتاعه. الفولد اللي مغطيه السيربيلا هي التنتوريوم سيربلاي. هذه التنتوريوم سيربلاي لها تو بارتس. تو بارتس مش عايز اشرحها بس انا عايز اقول لكم بسرعه. ليه فري بارت؟ فري يعني مش ماسك في حاجه. مش مهم. هذا الفري بارت ماسك في الانتريور كورنال بروسيس ورايح يمسك في زي ايدي بالظبط كده. مش ماسك الا في الانتريور كورنال بروسيس والانتريور كورنال بروسيس. ومن ورا عامل كده اهو حلق ومش ماسك في حاجه من الحلق. هذا ده هو اسمه الفري بوردر. تخيلينه؟ شويه تخيل بقى شويه تخيل. يعني ايه اللي نايم يصحى؟ ادي الديورا اهي. هتيجي ماسكه في الانتيل كونور بروسيس والانتيل كونور بروسيس ومن ورا عامله حلقه كده اهو. ده فري بوردر. بس انا عشان ارسمه على السبورة لازم ارسمه كده. ما ينفعش ارسمه زي انا ما ارسمه. وبعدين اللير بتاعت الديورة خلي بالكم تيجي ايه ماسكه كده اهو تيجي متنيه على نفسها كده اهو. وتيجي راجعه ماسكه في البوستيريور كورنال بروسيس والبيترا سبار بتاعت تمبرال بون والحته ديت ومغطياها. كده وبعدين تيجي جايه من الثانيه نفسها وماسكه كده اهو. فاهمين حاجه؟ لا. السكند بارت بس السكند ايه الفري بارت مفهوم لكن الفري بارت هم الديور عباره عن 1 لاير اونلي كلها زي البروتونين كلها 1 لاير لكن ايه داخله هنا وداخله هنا وداخله هنا تمام خليها كلها فدي بص ده الفري بوردر عباره ده الفري بارت تمام اللي هو اللي فوق خالص ده ماسك هنا اهو وده ماسك كده بيدي الديوره اللي تحت ده اهي اللي مبنيه هنا اهوت وماسكه هنا اهو وماسكه هنا اهو الناحيه الثانيه برضه مبنيه هنا اهو وماسكه هنا اهو الغطيه دي فاهمين؟ فاهمين؟ طب اعمل ايه عشان اتصرف ازاي؟ يعني في حاجه ممكن افهمها اهو بص ادي اهو ادي فري بوردر اهو بس قاعدين كنا بروسيس دي كنا بروسيس ودي فري اهو دي ديورا اللي هي الواحده بقيت الديورا اللي تحت هنا اهو تيجي مبنيه هنا اهو اهي اهي بتشتغل اهي وتيجي ماسكه هنا اهو السيل كونر بروسيس وماسكه من اهو عرفت ايه كلها والثانيه ماسكه من اهو وماسكه من اهو اصبح في تو لير وهي لير واحده بس ايه فهمت حاجه موضوع بسيط يعني ما تحتاجش ابدا نهائي ولكن عشان انت لسه ستيل سليمينج بيأثر يعني خلي الواحد كونشس فعشان كده ايه التريتوريوم سيربراي عباره عن تو لير في فري بوردر بتاعه اللي هو ده والاتاتش البوردر يجي نادي ان هو ماسك في البوستيريور كورنيال بروسيس الابر بودر وغيرها سبات بتاع تمر البوم الجروف فور ذا ترانسفير سايد الناحيه الثانيه البوستيريور كلير بروسيس الابر بودر اوف ذا سبات بتاع تمر البوم والجروف فور ترانسفير سايد وعامل لي لاير مغطي السيربيلا وعامل لي التنتوريوم سيربيلا بهذا التنتوريوم سيربيلا ليه فري بودر او بار وليه اتاتش بار
ليه؟ لانه فري، مش بس في حاجه مجردنا على نفسه وعن الاتاش بروس، وهما ليه الواحد اصلا؟ فاهمين حاجه؟ ايوه. ده التنتوريام سيريبل لاين، هذا التنتوريال ده هو اللي عامل الفري بوردر ده، بيسموه تنتوريال نوتش لانه عامل زي النوتش. هذا التنتوريال نوتش ده هو مهم عشان الباسل بتاع الميد برين، لان ازاي الميد برين هينزل ويروح يعمل ايه؟ يروح الفورم الناجنم ده، اذا كان السيربرال كورتس اللي اهو، وهيبدا الميد برين، فالميد برين يعدي من النوتش ده هو وبعدين يعمل سبانيال كورد ويطلع من الفورم الناجنم. فعشان كده هذا التنتوريال نوتش for the passage of the midbrain. طيب في sinuses related لهذا التنتوريال سيربرال لاين. اولا على الابر بوردر اوف ذا فيتروس بارت اوف ذا تيمبرال بون في السوبيريور بتروزال sinus. وعلى الجروف فور ذا ترانسفيرس sinus الترانسفيرس sinus. الناحيتين. الترانسفيرس sinus الناحية الثانية والسوبيريور بتروزال sinus الناحية الثانية. يبقى دي السوبيريور بتروزال sinus لانها على الفيتروس بتاع التمبرال بون، وهنا السوبيريور بتروزال sinus، لكن هو الترانسفيرس sinus والترانسفيرس sinus. السينس ريتد لمين؟ للتنتوريال. في واحده ثانيه ريتد للتنتوريال. في واحده ثانيه ريتد للتنتوريال. ستريس ساين كده كده بصراحه عشان قلت لكم الفرق السيربرال هيك ده اهو، والبيز بتاعته بتيجي على التنتوريوم، وهي اللي بتعمل التنتوريوم اصلا لانها كلها ليير واحده. قلت لكم ان البيز بتاعها ريت لمين؟ للستريس ساين. يبقى الستريس ساينز المشتركه ما بين الفاكس والتنتوريوم. فاهمين حاجه؟ فاهمين؟ ايوه. فهنا هو حلقة الايه؟ الستريس ساينس اهو. ريتد لبوث للبيز بتاع الفاكس وللابر سيرفيس بتاع التنتوريوم، الستريس ساينس. فاهمين حاجه؟ ولا مش فاهمين؟ لو مش فاهمين قول. انا شفت انهم فاهمين، لا انا بتعامل معاهم على اساس ان كنتوا نايمين نمره واحد ونمره اثنين مش مركزين نمره اثنين، وطز في المحاضره نمره ثلاثه، ومتفرقش معاهم نمره اربعه. انا بتعامل على هذا الاساس، فلو في غيره يبقى افضل واحسن، لو هو عشان ما تفاجئش. باين عن الشوك، باين عن تلاقي في طرف تلاقي ألف، في طرف ايه؟ تلاقي في السيلف كونشس، تلاقي ايه بس، يعني مالوش سب كونشس، سب كونشس. فاهمين حاجة؟ ايوه. طيب، هبص الاقي ان الفري بوردر والاتاتش بوردر بيكروس ايتش اذر ات ذا ابيكس اوف ذا فيتروس بارت اوف ذا تمبرال بون. لازم يكروس، لان ده جاي كده اهو والتاني مد تحتيه، فده بيكروس اللي تحتيه ده ات ذا ابيكس اوف ذا فيتروس بارت اوف ذا تمبرال بون. وعند هذا الابيكس بتاع الفيتروس بارت كرينيال نيرف نمره ثلاثه وكرينيال نيرف نمره اربعه بيبيرس الديورا عشان يدخلوا في الكافيرا ساينس. ثلاثة كرينيال نيرف، أربعة كرينيال نيرف، وبإيه؟ وبحدوده عن بأنجل كمان. عشان كده لما بيحصل إنكريز إنترا كرينيال بريشر، وان أوف ذا نيرفز كريم تو بي أفكتد، ثلاثة كرينيال نيرف، أربعة كرينيال نيرف، وستة، لأن ستة بيبقى ماشي على الكليبس اللي هو ويجي عندي هنا اهو، ويجي عندي الجس اللي داخل فيه هيبقى اكيد عندي في الكابيرنا سايد، فايضا نمره سته. فتلاقي لما بيحصل انكريز انترا كرينيال بريشر، لو في تيومر
لو في اي هيماتوم، لو في اي حاجه زود البريشر جوه الكرينيال كافيتي، ابص الاقي الكرينيال نيرف تو دي افكت الفارس 6 كرينيال نيرف والسادس كرينيال نيرف والفورس كرينيال نيرف، وذلك الاقي المانيفستيشن بتاعت الاي واضحه. الاقي عينيه حصل فيها سكوين وريسنت سكوين، ريسنت سكوين عيان عنده 40 سنه او فوق ال 40 سنه سيريس، واحط عليه علامه استفهام واشك في برين تيومر او برين حاجه او حاجه خطيره. والكلام ده انا قلت لكم قبل كده على فكره. هي طلعت بره دي بعد ايه؟ بعد ما فقدت الامل. انا كده كده نايمه مش فاهم حاجه. وانا اطلع بره احسن في الهواء وكده كده مش فاهم مش فاهم. يعني لا حاجه بصراحه. الكلام ده انا قلت لكم قبل كده؟ لا لا انا قلت لكم قبل كده. اي عيان او عيان 40 سنه حوالي 40 سنه او فوق 40 سنه جت هذا العيان او العيان بيشكيني السكوين. السكوين يعني حوى. هذا السكوين ده هو ريسنت يعني بقاله اسبوعين ثلاثة شهر كتير ريسنت سكوين ومعاه هيدك. يقول لك بيجي لي هيدك وسيفير هيدك وسام تايمز كوميدي. والله مسكين والله العظيم لا اطلبه حتى يستجيب. خالص تحت اي زعل. لان ده وراه مصيبه وراه كانسر وراه برين تيومر. المنظر دهوت لما تشوفوه ما تنسوش ابدا نهائي. قلت له طب خد البرشامه دي. لا ده ضغطك عالي شويه اصله وعامل صداع وعامل مش عارف ايه وخد بتاع ايه اللي عامل السكوينت ده؟ اللي عامل السكوينت ده اثر على النرف من جوه. مين اللي اثر على النرف من الكريت ده؟ مش مين اللي اثر على ايه؟ برين تيومر مصيبه كانسر. ما فيهاش هزار. في مناظر العين يجي يشتكي بيها ما فيهاش هزار ابدا. ما فيهاش هزار من ضمن المنظر ده. ريسنت سكوت ده عندك انت ده اسبوعين ثلاثه بقى. انا كنت كويس الدكتور فاضل بصيت لقيت عينيا يعني اختلف. وبعدين عندي صداع وعندي 40 سنه. المنظر ده لا يصيب ولا يمكن تحت اي ظرف يصيبيه ويوجوال بيبقى وراه برين تيومر. برين تيومر طيب في جورا الدورا الفولد تانية ما تفرقش معايا مش عايزين. انا عايز الفاركس والتنتوريان بس وحتى دول اللي بيجوا في العمل يا فاركس يا تنتوريان بس وفي النظر. انما هتلاقي في فرق سيريبل لاي وبعدين في ديافراجما سيلي وفي مش عارف ايه ده كله ما بيفرقش معايا خالص. تعرف تاخدوا هس كويس دلوقتي؟ لازم تتعودوا ولازم تتعلموا ازاي تاخدوا هس. ولو عايزين تتعلموا ممكن لو عندكم ساعة زيادة اديها لكم هيستوري ازاي اخد هيستوري بس. ليه بقى؟ لأن الهيستوري والدياجنوز كيس. لو انت خدت هيستوري من عيان وما شخصتهوش قبل ما تعملي اكزامينيشن يو ويل نيفر دياجنوز. خلاص اللي عنده حرب من ايه؟ مش عشان خاصيه. التشخيص بتاع المريض من الهيستوري. انت بتروحي بس تكشف.
تكشف عليه عشان تاكدي اللي انت في دماغك. لكن هو اللي انت في دماغك كنت بتاخد الهيستوري منه هو اخر الهيستوري شو دايجنوز البيشنت لازم. لو ما شخصتوش طب اطلع اعتمد اكزاميشن على ايه؟ يعني انت عارفه حاجه اصلا تعرف هو عنده ايه عشان تعملي سيستم اكزاميشن سيستم. لكن انا لما اشك مثلا في برين تيومر اعمل اكزاميشن فانجس اكزاميشن واشوف فيه بابيليتيما ولا لا عشان ااكد ظني. فدايما الهيستوري ده هو لازم تهتموا بلان ده اساس الطب كله. ده ممكن بالتليفون شخص المريض. فالهيستوري اللي هو از فيري فايتال. ما حدش بيشخص ما فيش دكتور في الدنيا بيشخص الا ان الهيستوري. سرقت الكلام الفرد ده كله. من الهيستوري لو ما شخصت عامل هيستوري راح العيان دي. خلاص مش هشخصه. فالهيستوري ديت من دول لازم تعرفوه كويس على فكره. وانتوا في سنه ثالثه هتعملوا هيستوري على فكره. التراكنج سامبل ده هيجيبوا ريتو للمستشفى، لكن في السيمينار هتعملوا هيستوري انتوا بنفسكم. يعني الحاله نفسها مثلا الانجايتس ولا اسمها هوتشي لينفوما ولا هوتشي لينفوما ولا لوكيميا، انت هتجيب الهيستوري بنفسك تعمل ايه؟ فلازم تعرف نظام الهيستوري هتجيبه ازاي؟ على اساس في الاخر الهيستوري اللي انا كاتباه لازم يكون في بروفيشنال دايجنوزس. لانك انت لما تكتب عندي مثلا عايز تعملي تحليل للعيان ده فبتكتبي ورقه من ضمن الورقه التشخيص بتاعك ايه؟ بتكتبيه. انما مش تبعت تحليل كده اهوت وانت مش مشخص. لا الدكتور بتاع المعمل لازم يبص انت انت مشخص كذا. يبقى انا لازم اهتم ان انا اطلع كذا وكذا 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 وكذا. لما تروح هتعمل لي اشعه مش بتكتبي لي اشعه مثلا لا ده تشخيص دايجنوزس كذا وانا عايز اعمل اشعه عشان اكتب فبتاع الاشعه يهتم يبقى عارف انت فوكس على ايه وياخد فيلم اشعه كويس يبقى وهكذا. فلازم تهتموا بالهيستوري وازاي تعرف تاخدوا هيستوري. There is no valves. حس ان الفين يمشي براحته.
يعني لو في سكان انفكشن ممكن المشي ريفين تدخل السوبر سيستر ساينس وعامله انفكشن السوبر سيستر ساينس. لان هذه الميشري فينز ايضا اتكوميونيكيت مع الاوتر فينز بتاعت السكال عن طريق الميشري فينز. هذا الميشري فينز ده هي زيها سين وول وزير سنو فالز. حيث ان انا لو في برين تيومر او لو في برين اي حاجه وكحيت وزاد البشره هنا الدم بيطلع من النوت يروح للفينز بتاعت الايه؟ السكال. لو في اي انفكشن في السكال عن طريق الميشن ايفين تروح للسكول سيرفر ساينس او للساينسز. ولذلك الساينسز ده هي تكوميونيكيت وذ اكسترا كرينيال فينز عشان كده ممكن يحصل فيها ثرومبوزز وانفكشن. تمام. عند السينسز اللي ريليتد للفالس عند ثلاثة زي ما قلت لكم السوبيريو سيكتر ساينس ده والسوبيريو سيكتر ساينس على الابر بوردر بتاع الفالس سيربرال تيجي عند الانتنا روكسيبتر بروتوبرانس تيجي محوطة عند ايه الليفت ترانسفير سايكل السوبيريو سيجيتر سايكل. هنا هو تستارت عند الكريستا جلاي وممكن يجي لها فين من النوز عن طريق الايه؟ عن طريق الفرم الفيسيكا اللي هو قدام الكريستال بلاس. هذه الساينس ده هي تريانجولار ان شيب. لو خدت كروس سيكشن هلاقي تريانجولار. عشان كده في الكورنر سيكشن كنت برسمها لكم تريانجولار. هذه الساينس ده هي بتكوميونيكيت مع السكان عن طريق المشي فين بتكوميونيكيت مع البون مع البلو فيز بتاعت البون الدرين البرين ميديال سايد بتاع البرين عن طريق مين السوبيريور سيربرال. ولاحظ ان الساينس اهي الساينس اهي ودايما بتبقى رفيعه وكل ما ترجع لورا تتخلى لغايه ما توصل تقنيه اكبر تقنيه اهو تيجي عامله الريف ترانسفير ساين. هبص الاقي السوبيريو سيربرال فين بيقول لها اجينس اس بلاد فلو يعني بلاد فلو تحت ده اهو والفيز السوبيريو سيربرال فين جاي لها كده اهو عكس اتجاه البلاد فلو فيه. فاهمين حاجه؟ لا مش الدم جاي كده اهو مش هروح كده فاتجاه الدم كده الفينز داخله مش داخله كده معاه الدايركشن بتاع الفينز اجينست البلاد فلو عشان كده الشيرنج بيحصل كومن لان ده بلاد فلو ماشي كده وده بلاد فلو ماشي كده فلما يتخبط البرين ويتهز السرعه بتاعت الدم هنا غير السرعه بتاعت الدم هنا فيحصل شيرنج فتتقطع كمان. ولا نفهم حاجه تمام؟ كلام فاضي كلام فاضي لو انا شفت السكال الفولت بتاع السكال ابص الاقي في جروف في الفولت اوف ذا سكال كده اهو شفتوه؟ في الفولت انتوا عارفين الفولت اللي هي ايه؟ اللي هي الكاب اهو لو انا شفت الكاب بتاع ده وبصيت جوه هتلاقي في جروف هذا الجروف اسمه ساجيتال جروف هذا الجروف ريتد للسوبر سيكتر سايلس وهي في البرين مغطيه بالتيورا فعندها جروفنج للبون عشان كده بيسموها ساجيتال جروف ريتد السوبيريور ساجيتال سايلس وجنبها كده هتلاقي فيها حفر حفر كده اهو
لو شفت هتلاقي حفرة بيسموها لاكيوري. هذه اللاكيوري اللي هي بيبقى فيها الاراكنويد باللاي. والاراكنويد جرانيوليشن. يفاق الاردون باللاي عند الساينس يعني. سمو سايكل ساين. بيجي داخلة فيها الباللاي كده اهو. داخلة في الساين بس مش داخلة فيها مشترقاها لا. عشان كده هذه الجرانشن ده بيبقى مكانها ده. هذه الجرانشن ده هي اللي بتعمل درينج للسي اس اف انتو السوبيس انتر سايت. سي اس اف درينج. السي اس اف بيدرين عن طريق الاراكنويد باللاي والاراكنويد بالرادييشن تو السوبيريور سيلينتر سايت. سي اس اف درينج. عشان كده لو حصلها ثرومبوزس هلاقي السي اس اف بريشر يزيد. يعني مفيش درينج. او درينج امبير. فاهمين حاجة؟ ايوه. فاهمين ليه كده؟ ما بتختلفش قصة لويس انتر سهلة ازاي؟ لأن الكريشن ده عبارة عن بلاد فيسلز. زي بلاد فيسلز. زي عبارة عن اندوثيليا. زي بلاد فيسل وعندها طفت كده اهوت وداخله فيه وبيحصل السي اس اف هنا فلتر عن طريق الجلسيريال ده اهوت اللي دخل في السوبيس انتر سايلنس وماشي في الفينا سايلنس لغايه ما يروح لايه؟ الفينس بلاد لغايه الحار. طيب في انتوا عند البارك سيربراي في كمان الانفيريو سيلتر ساينس على اللور بوردر بتاعه. هذه الانفيريو سيلتر ساينس كل اللي انا عايز اعرفه ان على اللور بوردر بتاع الفارس ده تحت مع الجريت سيربراين بتعمل لي ستريت ساينس والستريت ساينس هي اللي بتعمل لي الرايت كونسنتريت ساينس. ده اللي انا عايز اعرفه عن الانفيريو سيلتر ساينس. الانفيريو سيلتر ساينس موجود على اللور بوردر بتاع البارك سيربراي ده تحت مع الجريت سيربراين وهتعمل لي ستريت ساينس. والستريت ساينس اللي انا عايز اعرفه فيها هي ما في كلام فاضي بره. ده الفاركس اهوت والتنتوريان تحتيه اهوت. الستريت ساينس موجوده عند البيز بتاع الفاركس على الابر بوردر بتاع التنتوريان زي ما قلت لكم صح؟ يعني كان ده كل الشرح بس انا بعيد. فاهمينهم؟ اي الفاركس اهوت عند البيز بتاع الستريت ساينس. والستريت ساينس ايضا موجود على الابر بورد بتاع الانتوري. والستريت ساينس اصلا من الانفيريو سنتر ساينس اللي موجوده هنا اهو مع الجريت سريبرال بين وهي اصلا متنتهي تعمل لي الرايت ترانسفيرس. ده السوبير اوتوزا السوبير اوسيتر والانفيريو سنتر والستريت ساينس. لو شفت البيز بتاع السكالب ده اهو سارونجوس نايت سارونجوس نايت الترانسبار بتاع التمبرال بون الترانسبار بتاع التمبرال بون والفرق بتاعنا ابص الاقي ادي هو على الاوكسيد الاوكسيد اهو الاقي فيه جروف شفتوه على العظمه من جوه. هذا الجروف فور مين؟ فور ذا ترانسفيرس the right will lift transverse side move واضح. فالفارك سيربراي هنا اهو السوبر سيلتر سيلتر تجراح عامله لي الايه؟ الليفت ترانسفيرس سايد. لكن الرايت ترانسفيرس سايلنس معموله بمين؟ بالستريت سايد. بالانفير الانفير زي ما قلت لكم بتتحرك مع الانفير
بتعمل ستريت ساينس اللي هي تعمل الرايت ترانسفير ساينس. فالرايت ترانسفير ساينس معموله بالستريت ساينس، لكن الليفت معموله بالسجول سيستر ساينس. هذه الترانسفير ساينس دهيت بتيجي عند المنطقه دي، المنطقه الماستويد بروسيس من بره، وتيجي فقره العظمه وعامله جروف فيها جديد، وعامله ساينس ضخمه جدا وجروف فيها، وتيجي داخله في النص الاستيريو بارت اوف ذا جاجلر فريم. ده اللي هي السيجمويد ساينس. السيجمويد ساينس دهيت تيجي داخله في الجاجلر فريم وطالعه من البرين بره، على اساس ان هي الانترنال جاجلر فريم. على اساس ان هي الانترنال جاجلر فريم. يبقى عندي ترانسفير ساينس، ترانسفير ساينس. هنا تعمل سيجمويد، هنا تعمل سيجمويد. والسيجمويد ده هي تيجي رايحه عند الفصيل بتاع الجاجلر فريم، تيجي داخله في الجاجلر فريم وتعمل الانترنال جاجلر فريم نازل. وذلك كل ديورال ساينس بتدرين انتو تاني جنرال فين. كل ديورال ساينس بتاعت الدرين كلها بتدرين انتو انترنال جنرال فين، وعشان كده هو اللي بيدرين البرين انترنال جنرال فين عن طريق ساينس ازاي. طيب عند الابر بوردر بتاع الفيترس بارت اوف ذا تمبرال بوند اهو بيبقى فيه ساينس اسمها سوبيريور بتروزر ساينس تنتهي في الترانسفيرس ساينس. سوبيريور بتروزر ساينس وماشي على الابر بوردر، واحيانا في الامتحان بتتعلم على العظم زي الفيترس بارت ومتعلم حط عليه نيم في ساينس ريتد دي او ستراكشر ريتد دي سوبيريور بتروزر ساينس. انما الانفيريور بتروزر ساينس بتبقى ريليتد لجروف هنا، هو جروف واضح جدا، وهذه الانفيريور بتروزر بتيجي داخله في جاجلر فريم وبعد ما تطلع من السكال من بره تيجي داخله في الانترنال جاجلر فريم. ده الانفيريور بتروزر ساينس بتدرين انتو الانترنال جاجلر فريم، وزي تعتبر one of the content of the jugular frame، لانها بتعدي من jugular frame عشان تطلع لبره عشان تدخل في الانترنال الجاجلر. فعندي superior protrusor sinus و inferior protrusor sinus. القضية كلها انكم ما بتفتكروش الساينس دي بالذات، ممكن تفتكروا دي لان superior protrusor superior center اللي عند الليفت، لكن الستريس ساينس اللي عند الرايت دي بتفتكروه صح. وده اللي في سيكتر سايد بتتعامل مع جريس كورتين عشان تعمل سيكتر سايد، لكن اللي مش بتفتكروه ابدا ان السوبيريور بتروزا ساينس بتروح فين؟ الله اعلم. الانفيريور بتروزا ساينس بتروح فين؟ الله اعلم. دي ما بتعرفوهاش. دي ما بتعرفوهاش، ولذلك لو انا عايز احط على ساينس تنتهي فين؟ اهم. دي اللي ممكن تعرفه. وذاك هتاخد صفر وهو مسمى الصفر. دي انا مش عارف انا مالي، انا اعرف من الفلوس بتوع ساينس ازاي انا مالي. والقصه غريبه جدا، تيجي داخله ودخل في الفرع من جاجلا فرانك وطلع بره الاسكان ودخل، طب ما تدخل في ساينس وتخلص نفسها. فليش تفتكروها دي بره؟ دي انسوها دي بره. انا مش هتفتكروها فمش هديش بالي. خاصه لو كنتوا نايمين يعني ازاي يعني تصحوا على الفيلم بتوزع ساينس كتير في الامتحان ومش عارف في الامتحان، طب اذاكرها ليه يعني؟ صح؟ ليه؟ لان مش بتعرفي، انا بحب اجيبها في الامتحان ان ساينس بتنتهي فين؟ الفيلم بتوزع ساينس انس ان واجيب الخمس حالات من ضمنها انترنال شابتر. انت مش هتعرف هذه الحاجه دي بقت كتير. كله عليها مش عارف. يعني عايزكم تشدوا حاجه ذات دي ذاكروها ومنزلوا مجهود حاجات وقت زي الفل. ممتازين جدا بس منزلوا مجهود.
اتعلمت منها حاجه، كل ماده اتعلمت منها حاجه، استفدت منها حاجه. فمش انسان اتعلم كده هو وانتوا نايمين.